ليه المحترف المصري نفسه قصير بره؟ اولا انا من وجهه نظري زي محمد صلاح قال ان في قصور في المنتاليتي. اللاعب مش قادر يستحمل الضغوط بتاعت بره، مش قادر يستحمل ان هو لازم ينام بدري، لازم ياكل كويس جدا، يهتم بصحته، يهتم بنفسه، ويبقى انت لعيب بروفيشنال، ده شغلك. انت مش رايح بس تتمرن ساعتين وتروح، ده انت بتروح بدري، عندك شغل، عندك من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 3 انت موجود في النادي، او الساعه، فانت عندك يوم كامل انت موجود في النادي. اذا كنت بقى بتبدا بتروح الجيم قبل التمرين، بتفطر او بتتغدى مع اللعيبه، وبعد كده بتروح التمرين تاني، بعد تخلص تقعد تاني مع اللعيبه. فهو مش انك انت بس تخلص تمرين بتاعك وتروح، شكرا. فدي حاجه. الحاجه الثالثه الاجواء، اللغه مهمه جدا، انك انت تتعلم اللغه بتاع البلد اللي انت بتلعب فيها، لانك في الاخر هم عاوزين يتواصلوا معاك. لو مش عارفين يتواصلوا معاك انت كده خلاص الموضوع صعب جدا. لو المدرب بيطلب منك انا طالب منك الحاجات دي كلها وانت اصلا مش فاهم هو بيتكلم في ايه، او مش عارف هو ايه بالظبط اللي مطلوب، بيبقى الموضوع صعب. وكمان اعتقد ان الايجنت اللي بيبقى مع اللاعب بيبقى له دور مهم. شفت مع محمد صلاح في حد قدر يوجهه الخطوات او الانديه اللي ممكن يروح فيها. مظبوط. في ايجنت ممكن يقول لعيب روح دلوقتي للنادي ده، بس هو ده مش انسب حاجه ليه، انت لسه محتاج تشتغل على نفسك ساعتين جايين مثلا، تطور نفسك في حاجات بره الكوره عشان تقدر تروح للليفل ده. مش الكوره بس هي اللي بتحدد ان كنت تقدر تكمل في اوروبا ولا لا، سمتك الشخصيه، تعاملك مع الناس، اهتمامك بنفسك، حاجات كتير جدا يا احمد، نقط كتير جدا جدا.